السلام عليكم، مرحبا بكم مشاهدي قناة لايت فود. اليوم إن شاء الله غنقدم لكم الكفتة بلا صوص طوماط بطريقة جد سهلة ومبسطة، والنتيجة كتجي أكثر من رائعة. بالنسبة للمقادير، عندي هنايا كيلو ديال الطماطم اللي غسلتها وطحنتها بالقشور ديالها باش تجيني عاقدة. عندي هنايا 500 غرام ديال الكفتة اللي ما داير فيها حتى شي عطريه، لا قزبور لا معدنوس لا بصله لا حتى شي حاجه، باش تجي الطعم ديالها ألد. في اناء طهي غادي نصبو الطماطم ديالنا. غنضيفو تقريبا واحد كاس لارب ديال زيت الزيتون، بامكانكم تعوضوها بخليط ما بين الزيت النباتيه وزيت الزيتون. ندير ملعقه صغيره ديال الفلفل الاحمر، ملعقه صغيره ديال الكمون، نصف ملعقه ديال الملح. دابا غنديروا مطيشه ديالنا طيب نص طيبه، وفي الاثناء غنمشي نوجدوا الكفته ديالنا. بالنسبه نص كيلو ديال الكفته ديالنا، غنضيف ليها نصف ملعقه ديال الفلفل الاحمر، نصف ملعقه ديال الكمون، وتقريبا واحد ثلث ملعقه ديال الملح. ندمج العناصر مزيان. صدقوني بهذه الطريقه هذه كتجي كفته لذيذه، بالعكس ملي كنكثروا فيها قوه القوام. دابا نكوروها كويرات، في الأثناء راه مطيشة عندنا كطيب، غنخليوها طيب واحد نص طيبة، عاد نضيفو الكفتة باش ما تجيناش قاصحة. شوف الدراري الصغار كيعجبهم يكورو. رجعي اذا بعد ما سالينا التكوار ديال الكفته ديالنا، غنمشيو نزيدوها المطيشه اللي خاص تكون طيبه غير نص طيبه. اذا ها هي المطيشه ديالنا، ما بقاتهاش بزاف باش تكون في الطياب. دابا غنضيفوا عليها الكفته، نخليوها تطيب مزيان على خاطر تقلد لنا المطيشه، ونتلاقاو ان شاء الله في طبق التحضير. اذا ها هي الكفته ديالنا من بعد ما وجدات، كتجي لاصوص طوماط ديالها عاقده بدون استخدام مركز الطماطم. نتمنى انكم تجربوا هذه الطريقه وتخليوا لي الراي ديالكم في التعليقات، ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله ووصفه جديده.